ماما الباب ما عم يفتح. متأكدة من المفاتيح؟ ما بعرف سوارة. معقول يكون مو هاد المفتاح؟ أنا رح روح شوف المفتاح. شوف شيخار، إذا أنت هلأ رح تخطي خطوة برات هاد البيت فأنت بهاي الطريقة بتكون عم تخسر حصتك هون وكل شي بيربطك فيه. قبل ما تساوي أي شي لازم تفكر. أنا هلأ رح روح شوف المفاتيح. يلا أنا رايح. لا عمي ما في داعي، يعني أنا برأيي لو منكسر القفل بيكون أفضل من إنك تروح. إيه بابا هيك بيكون أحسن. يلا امشي. يا عمي شو رأيك حضر لك شي تاكله؟ لا المهم الباب يفتح بسرعة مشان نلاقي مكان نقعد فيه على الأقل، مشان ما نضلنا هيك واقفين بالشارع. جاي لهون برينتي؟ شو الظاهر انك ندمتي على غلطك وجيتي لعنا لهون حتى ترجعينا على البيت؟ بس اسمعي منيح، نحن هلا بطلنا عيلة وحدة. يعني حتى لو جيتي ترجيتينا وقلتي لنا يا عمتي ارجعوا على البيت معي، مستحيل سامحك ولا ارجع معك على البيت ابدا. وأنا فكرتهم جايين ليطلبوا السماح. شو في سوارة؟ مبينة كأنك مو شايفة بحياتك مفاتيح؟ ولا شو القصة؟ انتي شو بدك؟ شو جايبك لهون؟ ست أنا بورنا. شو مو مبين إنه هنن جايين لهون بس لحتى يزلوك إليك؟ أنتي كمان؟ أنتي متفقة معهم؟ القدير يحميكي. بارنتي شوفي كيف وجوههم. تعرفي عن جد قطعوا لي قلبي، حرام هالعيلة قديش مبينين عم يعانوا بحياتهم. يعني ابنهم اللي من لحمهم ودمهم قلعهم ورماهم برا البيت. معاكي حق ماما، هني ما ضل عندهم مكان يروحوا عليه أبداً. بس أنا هلأ في عندي أخبار بتسركن تقدروا تضلوا هون بالشارع على طول، لأنه أنتوا هاد هو المكان الوحيد اللي مناسب إلكن. يقول المثل المفروض أنه يكون عدو عدوك صاحبك، وبالنهاية نحن هدفنا واحد. بتمنى تكونوا فهمتوا هلأ بعد كل هالحكي ليش نحنا سوا، لأنه صرنا أصحاب وإنتوا كلياتكن غربة. فهمتوا هلأ سبب وجودنا مع بعض يا عائلة مهيشواري المحترمة؟ عرفتوا ليش اتفقنا مع بعض؟
نحن اتفقنا مع بعضنا بس لحتى نزلكم ونرميكم بالشارع كلكم. شو؟ مزبوط اللي عم احكي ستي؟ شايفين كيف الدنيا دارت دارت واجت عليكم؟ ولا تفكروا انه هيك خلص انتقامي. هاي بس اول خطوة بالشي اللي رح اعمله فيكم. بس انتظروا وشوفوا، بكرة رح نخليكم تبرموا بالشوارع كلكم مثل الشحادين. بكرة رح نخليكم تعيشوا عيشة تتمنوا الموت. بكرة كلكم بتشوفوا شو رح أعمل. شو رأيكم ما كان معي حق بالشي اللي عملته؟ بهالطريقة أنا عطيتكم درس ما رح تنسوه بحياتكم. ما رح ارتاح لحتى تموتوا القبرسات، رح يرتاح قلبي لما اشوفك انت وكل عائلتك معك عم بتموتوا. ايه لا تبعدي، هن من هلا عم يعانوا من كتر الذل. مزبوط حكي ست أنابورنا؟ يعني بالنهايه كل انسان بيحصد اللي هو زرعه بالاول. وانتوا ظلمتوا بنتي كثير وغلطتوا بحقها، اعتبرتوا سوارة ولاجيني بناتكم ورميتوا بنتي. وهلأ شو؟ الدنيا دارت وانتوا أخذتوا جزائكم على كل شيء مو منيح عملتوه فينا. بس هلأ انتوا رجعتوا شحادين ما عندكم. انتوا شحادين مو نحنا. انتوا ما رح تشبعوا من شيء بحياتكم. أختي؟ لا أختي، أنتِ ما لازم تسكتي على هالحكي أبداً، هنن عم بيجرحونا كثير وأنتِ ساكتة ما عم تردي عليهم، قولي شي سكتيهم. بكرة بتشوفوا. ساجيتي، من كل عقلك حكيك له معنى؟ ما في شي رح يتغير، حتى لو ضليتي تحكي لبكرة. إيه لأنه اللي مثلك ما بيفهم. أنا بعرف إنه الناس القذرين اللي مثلك رح يعتبروا حكي هاد ما له معنى أبداً، بس أنا ما بقدر كون مثلكم ولا بقدر أحكي بطريقتكم اللي بتحكوا فيها. اسمعي منيح، نحن حتى لو ما ضل معنا ناكل رح تضل كرامتنا عنا، ومستحيل وحدة مثلك تقدر تذلنا. فعلاً ناس قذرين. ساجيتي ماما اهدي اهدي، أنتِ ليش عم تتعاملي مع هالناس الشحادين هدول؟ ماما بتعرفي شو؟ هي مانا غلطتهم، يعني أكيد هن بعد ما ضاعت ثروتهم منهم فقدوا عقلهم، ولهيك هن هلأ مو واعيين أبداً على شو عم يحكوا. لهيك خلينا نتركهم ونمشي، ماشي؟ استنوا لحظة، لوين رايحين أنتوا هلأ؟ ست سوليخة تفضلي لعندي هلأ، أنا كتير حابة شرب كاسة شاي من إيدي. شو؟ تفضلي تفضلي. سيد دورجا براساد، تشرب شاي؟ آه، شربك شاي، بس ما رح أحط لك سم فيه. تفضلي. أنت واقفة هون والزمي حدودك. هلأ بهالطريقة هي عم تقللي أدب كتير معنا كلنا. أساساً أنا عم أعمل كل هالشي بس مشان كسر راس هالعيلة هي. وهلأ أنا عم استنى على نار لحتى يودع دور قبرساد الحياة ويموت. وبوقت أنا رح يرتاح قلبي لما أشوفك أنت وكل عائلتك معك عم بتموتوا. فضلوا لجوا. إيه بالإذن. لك شي ما رح يتركونا بحالنا، خلينا نكسر القفل. ايه معك حق اخي.
شوفوا كلكم منيح، هيك بيصير بالناس لما يظلموا كنتهم ويرموها برا البيت. هاد جزاء عملهم. وكمان شوفوا شو بيصير بالشاب اللي بيظلم أمه، رح يصير فيه مثل ما هو كان بده يعمل فيها. ومشان اللي ما بتحترم سلفتها وبتقدرها، أكيد هي رح ترجع تنزل وتدوق المر مثلها. سوارارا جيني، قولوا لرجالكم يخفوا شوي لأن عن جد عم يزعجوني. بعدين أنا خايفة عليهم، حرام هلأ بيأذوا حالهم قد ما معصبين. ستي أنا برأيي مستحيل يكسروا هالقفل. ستي بتعرفي شغلة؟ أعطيهم شي فراشين لأنه بعدين رح يضلوا هون عطول ويناموا بالشارع كمان. تقدري تهددي إذا حرقتي تمك. يلا تعالوا لجوا. تعال يلا. لازم تروحي على غرفتك مشان تنامي أخي، أنا بهتم فيهم. طيب. عمتي ألو؟ إيه؟ راجيني شغلي التلفزيون. اللي عم بيصير هلأ بعائلة مهيشواري أداش دور قبراسات مهيشواري صار المالك الوحيد لك الأملاك. وهذا هو الابن الكبير لدور قبراسات مهيشواري أداش مهيشواري وزوجته بارنيتي مهيشواري رموا عائلتهم برات البيت بدون أي تردد. طبعاً هم زوجته هلأ معه وهن اللي دعموه لأخذ هاي الخطوة، لهيك هن هلأ صاروا بيملكوا البيت وما حدا بيعرف عائلة مهيشواري وين هلأ، مختفين تماماً. وهلأ كل الشركات والأعمال صارت باسم أدارش وهو عم بدير الأعمال كأنه دورقة براسات لساته موجود معه. شو هالولد العاق هاد؟ وكمان خبر الإعلام بالقصة؟ شو هالولد؟ ابننا عن جد كسرنا، بحياتي ما توقعت يطلع من أدارش هيك. كيف قدر ابني يعمل هيك بأهله؟ هلأ هالكلام رح يخليك تتعلم يا سيد مهيشواري، رح تتعلم هلأ كيف تهدد ابنك. أنا ما عم أقدر أتحملكم أكثر، بس سيد مهيشواري، من اليوم ورايح الكلمة صارت كلمتي وأنا اللي بقرر كل شيء. لأمتى رح تضلوا هون؟ اطلعوا هلأ كلكم لبرا، أحسن ما أنا طلعكم بإيدي. خلص بكفي دراما، أنا عن جد مالي حابة أسمعكم أكثر من هيك. بكفي خلص، ما عاد بدنا نشوف شيء.
وهلا انا عم استنى على نار لحتى يودع درجة براساد الحياه ويموت. وبوقت انا رح يرتاح قلبي لما اشوفك انت وكل عائلتك معك عم تموتوا. سيد درجة براساد، تشرب شاي؟ شربك شاي بس ما رح احط لك سم فيه. سيد دورجا براساد ماهيشواري، بس بكفي لهون. رح لحتى تموت دورجا براساد. هلا هالكلام رح يخليك تتعلم يا سيد ماهيشواري، رح تتعلم هلا كيف تحدد دورجا براساد. ألو بابا، أخي بابا، يلا بسرعة دكتور. انتبه. طيب انت لا تخافي، نحن رح نبلش بعلاجه فورا. ايه بترجعك. يا ماما هي للاكشي، تعي امي. قعدي هون ماما، ما رح يصير شي لبابا. يا عمتي بنتي اهدوا شوي، انا رح اجيب لكم مي. طولي بالك، ما رح يصير شي لاخي. ممكن تعبي لي هاي؟ أكيد. لاكشي أنا لازم أطلع فوراً حتى أجيب المصاري. طيب بسرعة. سوارة شو صار؟ احكي شو قال لك الدكتور؟ كيف صار وضعه لأخي؟ قالوا لي ثابته، نوبة قلبية قوية. يا عمتي روقي شوي، اهدي فورا، اهدي، ما رح يصير شي لبابا. ليكي ماما، نحن هون، ما رح يصير شي. اسمعيني، بترجاكي تمالكي حالك. ايه خليكي قوية مشانه.
لاكشي. أنا جربت كل البطاقات، كله فاضي. كيف؟ بس كيف صار هيك؟ أنا اتصلت بالبنك لحتى أتأكد وقالوا لي إنه كل الحسابات تسكرت. أنا متأكد إنه أدارش هو اللي عمل هيك. أستاذ، السيد مهشواري ممكن تسوء حالته بأي لحظة بالليل، ونحن لازم نكون جاهزين لكل شيء. أستاذ، ممكن تدفع الحسابات وتلحقني؟ طيب يلا خلينا نروح ونحكي معه لأدارش. بعرف هو معصب هلأ، بس على الأكيد هو رح يساعده للبابا بس يعرف. يلا يلا سوارا. ايه سمسكار، عبي الاستمارة، نحن رح نروح نحكي مع أدارش كم كلمة. دخيلك يا قدير، دخيلك تهتم بعمي. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.